إذن متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء تواصلنا يستمر وأشواطنا مستمرة. تابعنا الشوط الماضي ذهب مع راهي بشعار طارق بن مرزوق النعيمي وانتقلنا إلى الشوط الخامس بمجموع الأشواط وأيضا يحمل فئة الأبكار. نتابع الصدارة والمركز الأول الشاهينية فايل بن صغير بن حمد العويسي من يقدم لنا الشاهينية في المركز الأول، بينما المركز الثاني هنالك الوصول والتقدم من المركز الثاني الشاهينية سهيل بن حمد بن قذوة العامري، والمركز الثالث تتقدم مشهورة هادي بن حسين بن عايض الأحبابي من يقدم لنا مشهورة في ثالث الأسماء. المركز الرابع وصلت الشاهينية محمد بن علي بن راشد الخميساني الظاهري يقدم الشاهينية في رابع الأسماء. المركز الخامس هنالك أيضا حاملة الرقم 54 تتقدم الشاهينية جاسم بن حميد بن علي المزروعي. وصلت الأسماء ووصلت الشعارات ما شاء الله، تدخلت هنا شواهين طارق بن مرزوق النعيمي ووصل هناك شعار الخميساني، ولكن النعيمي غيرت مع الصدارة، غيرت الشاهينية إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة الأولى، ولكن الخميساني ومن الجانب الآخر الله المزروعي يقدم الشاهينية. جاسم بن حميد بن علي المزروعي بدأ ينطلق مع الصدارة، مع الانطلاق يقدم لنا الشاهينية والسلالة الشاهينية. سلام المزروعي، سلام سلام يا ابو حميد، سلام جاسم بن حميد بن علي المزروعي من يذهب بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لحظات الوصول. المركز الثاني وصلتنا مع المركز الثاني اللي هي ايضا شواهين طارق بن مرزوق النعيمي. المركز الثالث شعار محمد بن علي بن راشد الخميساني الظاهري. المركز الثالث حاملة الرقم 31 حاملة الرقم 51 مخلابة محمد بن راشد بن حمد الغيلاني أول إذاعة المخلابة في ثالث الأسماء. المركز الرابع الشاهينية بشعار محمد بن علي بن راشد الخميساني الظاهري. هكذا إذن متابعينا الكرام التوقيت الزمني 2:12.